صدرت الطبعة الأولى من كتاب شخصية مصر في 300 صفحة من قطع كتاب الهلال. صدرت الطبعة الأولى في عام 1967. وضع في الكتاب أفكار عامة تصور أنها ستثير النقاش، خاصة بعد أن وقعت هزيمة يونيو. تصور أن المصريين يعيدون اكتشاف أنفسهم بعد الهزيمة، لكن الكل كان يجلد نفسه، يجلد ذاته، كأنه وحده المسؤول عما جرى. تفرع جمال حمدان لإنجاز صياغة نهائية للكتاب. استمر 10 سنوات يعيد ويزيد في الكتاب، وما أن انتهى منه حتى بدأ في نشره. نشره منقحا في 4 مجلدات بين عامي 1981 و1984. المجلد الأول شخصية مصر الطبيعية. يقع المجلد في 842 صفحة. يتناول أرض مصر، تاريخ حياة نهر، تغيرات النيل التاريخية، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، سيناء، الدلتا، الوادي والفيوم. المجلد الثاني شخصية مصر البشرية. يقع المجلد الثاني في 1018 صفحة. يتناول التجانس الطبيعي والمادي والعمراني والحضاري والبشري في مصر. يجيب أيضا على أسئلة متعددة متنوعة. كيف انتقلت مصر من السبق الحضاري إلى التخلف؟ إيه سر وحدتها السياسية؟ إزاي انتقلت من النظام الفرعوني إلى الثورة الاشتراكية؟ ماذا جرى موقع مصر في قلب العالم عليها؟ هل هي هبة النيل أم هبة المصريين؟ المجلد الثالث شخصية مصر التكاملية. يقع المجلد الثالث في 974 صفحة، ويتناول خريطة مصر الاقتصادية بدءا من الزراعة إلى التخطيط، الزراعة من التوسع الرأسي إلى التوسع الأفقي، ومصر الصناعية، وثروتنا المعدنية، وصناعة التعدين. المجلد الرابع شخصية مصر الحضارية. يقع المجلد الرابع في 720 صفحة، ويتناول المجتمع المصري، سكان مصر بين المشكلة والحل، مركزية الدولة رغم امتدادها، القاهرة العاصمة، نظام الحكم، وأخيرا العلاقة بين الوطنية المصرية والقومية العربية.